بلدية الكويت، النواة الأولى لبناء الدولة، بدأت صغيرة داخل أسوار المدينة إلى أن تطورت واتسعت رقعة المدينة لتتخذ شكل تنظيمي في 6 محافظات. البلدية ظلت محور العمل التنفيذي الميداني القريب من احتياجات المواطنين وحتى المقيمين. تتلمس اهتماماتهم، تتلمس قضاياهم، وتتدخل بالتلبية والتنظيم وحتى المراقبة. البلدية اليوم أمام تعاظم مسؤولياتها في ظل ما تشهد الدولة من إعادة ترتيب كثير من أوراقها، وأمام اتساع رقعة تشابك علاقاتها وصلاحياتها، تجد نفسها أمام تساؤلات كثيرة حول الواقع والتحديات وحتى الآفاق. سيجيب عنها ضيوفنا خلال 60 دقيقة، واللي راح نتعرف عليهم أكثر لكن بعد هذا التقرير ونرجع لكم، خليكم معنا. بلدية الكويت ومنذ نشأتها قبل نحو قرن من الزمن تعمل بكافة الجهود على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم البلاد ورفاهية سكانها. خدمات عديدة تقدمها بلدية الكويت من خلال قطاعاتها وإداراتها المتخصصة، فإلى جانب دورها المشهود في جهود النظافة والرقابة والتفتيش، تقدم البلدية خدمات ترخيص البناء والمخطط المساحي وإصدار وتجديد تراخيص السلامة لكافة أنواع المشاريع والطرق. كما تقوم البلدية بكافة الأعمال الرقابية على أعمال الشركات ومقاولي تنفيذ المشاريع وكافة أعمال البناء والهدم والترميم وأعمال الحفريات. وبشكل مستمر تقوم بلدية الكويت بإزالة التعديات والمخالفات في كافة مناطق البلاد، وتقوم بأعمال النظافة وإزالة المخلفات. أما بالنسبة للمشاريع فبلدية الكويت تعمل بشكل دؤوب على الإشراف على العديد منها، وكشفت بلدية الكويت في الآونة الأخيرة عن تنفيذ وتطوير البلدية لثلاثة مشاريع تتعلق بتدوير وتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والإنشائية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع تطوير المباركية الذي يهدف إلى استرداد الطابع التراثي والحفاظ على الهوية الثقافية للأسواق. وعلاوة على ذلك كلف مجلس الوزراء بلدية الكويت باستكمال جهود تنفيذ تطوير المخطط الهيكلي لخليج السليبيخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية في منطقة الجهراء. نرحب فيكم مجددا مشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامجكم برنامج 60 دقيقة، وارحب اكيد بضيوفنا اللي نورونا وشرفونا اليوم في الاستديو، المهندس سعود الدبوس مدير عام بلدية الكويت، والمهندس محمد مرزوق المطيري نائب المدير العام لقطاعي محافظتي العاصمة والجهراء بالوكالة، والاستاذ يوسف معيض العازمي نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات، وأيضا المهندسة ميساء أبو شهري نائب المدير العام لقطاع المشاريع، وأخيرا الأستاذ مشعل العازمي نائب المدير العام لقطاع الخدمات بالوكالة. مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا جميعا. مساكم الله بالخير يا أهلا بيستا. بالبداية أبي أبتدي معك مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، قبل أن تطرق حق محاور حلقتنا اليوم، في ممكن خبر شاهدناه بالفترة الأخيرة وكانوا يتداولونه بعض المواقع الأخبارية في السوشيال ميديا. الخبر يقول قطع بدل النوبة ومكافأة النوبة وبدل الطعام عن 479 موظف في البلدية. طبعا هذا الهاشتاج الكبير الخبر اللي شفناه، لكن ما شفنا أي تفاصيل عن هذا الخبر، إذا تعطينا بعض التفاصيل بعد ذلك. أول شيء مسي عليكم ومسي على الجمهور الكريم. طبعا النوبة هذه هي حق مختصرة حق اللي داوم نظام الشفتات، أو نظام اللي هو النوبات اللي داوم مثلا 12 ب 12. ففي عندنا تقريبا اكثر من مركز واكثر من جهه صار في تكدس في هالاماكن هذه في عدد الموظفين، وتخطى العدد المسموح فيه يعني حسب نظام ديوان الخدمه المدنيه. فطبعا توجهوا لنا اللي هو الجهات الرقابيه عندنا لازم تصححون اوضاعكم، في بعض النوبات تكون متكدسه في نوبه معينه، في اماكن معينه يكون فيها قله، ففي الحاله هذه قمنا عدنا تدويرهم وجدولتهم من جد وجديد. طبعا احنا لغينا وخلينا اكتفاء في الاماكن اللي اكتفت، الزياده هذه يجون يعدلون اوضاعهم طبعا وينقلون في الاماكن الشاغره حسب احتياجات الاماكن الشاغره. طبعا هي النوبه مو حق
مكتسب لكل شخص. لا هو اذا كنت انت تداوم نظام النوبات تاخذ البدل هذا، اما اذا كنت انت ما تداوم او دوامك دوام صباحي يرجع دوامك وراتبك الاساسي نفسه، بس اذا انت تداوم 12 ب 12 لا هذا اللي تقدر تاخذ عليه النوبه. اما الدوام العادي الدوام الصباحي لجميع الموظفين في بلديه الكويت. شكرا على التوضيح. ندخل في محاورنا. مهندس سعود، بعد اتساع رقعه يعني عمل البلديه اليوم بالكويت وتعاظم حتى مسؤولياتها الكبيره على مستوى خلينا نقول المحافظات الست، كيف تبدو مهام ويعني حتى اعباء البلديه اليوم على مستوى محافظات الكويت الست؟ يعني بلديه الكويت عليها اعباء كبيره. يعني نبي ننطلق انطلاقه جديده لبلديه الكويت، يعني اي مكان مثلا احنا اي واحد تلقينا مثلا يروح اي دوله يشوف ان البلديه هي الشيء الاساسي اللي قاعد تبني. صحيح. الدوله، وهي اللي تعطي افكار جديده للدوله، هي اللي تعطي افكار جديده للبنيه التحتيه، هي اللي تعطي افكار للانطلاقه لجميع المحاور في الدوله نفسها. طبعا صار على عاتقنا الحين في رؤية الشباب اللي موجودين ويانا ان نغير النهج كامل لبلدية الكويت. طبعا احنا في تطور جديد ان نغير الهيكل التنظيمي للبلدية. صحيح. تغيير القطاعات نفسها، تغيير مثلا قانون البلدية اللي مكبل لها سنين، هذا لازم يغير. يعني احنا يمكن قبل اسبوع تقريبا خلصنا انتهينا من تعديل قانون كامل شامل للبلدية اللي هو كان من 2009. رفعناه لمعالي الوزيره الاعتماد ورفع المجلس الاعتماد. لا 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 احنا اعتمدناه كجهاز تنفيذي ورفعناه حق معالي الوزيره للنظر فيه ورفع حق طبعا اللي هو الجهات اللي عشان يقرها القانون. نعم. طبعا القانون راح يتغير ويغير الادوات اللي راح تمشي فيها البلديه اساسا. صحيح. يعني في اشياء احنا مثل يعني مثلا نقدر نقول انه احنا قادرين نتخطى هالخطوه هذه لان القانون مكبلنا بهالطريقه هذه. بس شنو اللي نقدر نعدل عليه؟ قدرنا نعدل عليه طبعا بالاضافه الى تغيير الهيكل التنظيمي لجميع القطاعات. يعني عندنا مثلا قطاع لازم يكون عندنا قطاع خاص بالبيئه، مثلا عندنا قطاع لتدوير النفايات. صحيح. هذه الاشياء طبعا معدومه عندنا في السابق، بس الان لا ان شاء الله باذن الله يعني راح نجهز هذا القطاع وخطط الهيكل التنظيمي للبلديه وطرح ان شاء الله حق ديوان الخدمه المدنيه اللي يتم اعتماده ونبلش فيه ان شاء الله باذن الله. نعمل ذلك اكيد. يعني مهام البلديه تبدو كانها يعني مهندس سعود حكومه مصغره ميدانيه نقدر نقول. يعني نعم هي البلديه اساسا مرتبطه في جميع جهات الدوله. صحيح. يعني ما تقدر تحط يعني طابوقه الا لازم البلديه لها علم، المخطط المساحي لا يدري اي صوب، النشاط يكون في المكان شنو نوعيته، المخالفات او المقاول اللي راح يبني هو هل هو مرخص ولا مرخص. مرخص. كل الاشياء هذه بالنسبه لجانب البناء، فما بالك في جانب النظافه، في جانب المشاريع، فما بالك اساسا في البنيه التحتيه اللي هي الشوارع، التقسيم، التنظيم، الامور هذه كلها يعني. طيب شلون تقيمون درجه تفاعلكم مع مطالبات الشعب الكويتي اليوم؟ انا اتكلم كل شفافيه. الى الان ما هذا اللي احنا نحتاج يعني قاعدين نمشي فيه. احنا رؤيتنا اكبر من كذي، يعني لازم الكويت تكون مو بمستوى يعني نقول الدول مثلا دول الخليج، لا احنا نطمح ان شاء الله الكويت تكون في دول متقدمه اصلا. نامل ذلك. يعني فهذا الشيء يعني راح يكون حمل كبير علينا احنا، يعني الشباب اللي ويانا ورؤيتهم يعني ناس طموحين اكبر من اللي احنا نتصوره. يعني حتى الفكر اللي قاعد اشوفه شيء مميز للشباب اللي موجودين. انا ما اتكلم عن والله رؤيتي انا كسعود الدبوس او كمدير عام بلديه الكويت بروحي، لا انا اتكلم كرؤيه الجهاز اللي وياي. انا ما امشي واشتغل يعني بروح العمل يعني ما تقولي الدكتاتوري او المسيطر، لا انا قاعد اتكلم بتيم كامل، فريق. نعم. والفريق هذا هو اللي راح ينطلق في المركب هذا مالنا. اسال الله يوفقكم مهندس. نعم. سعود، يعني بعيدا عن الرقابه الشعبيه لاداء البلديه، من يراقب البلديه اليوم؟ المفروض البلديه طبعا احنا لما تطرقت قبل شوي قلت لك الجهاز اللي هو لازم نغير المخطط الهيكل التنظيمي للبلديه. ما يصير عندي انا جهاز ينفذ وهو نفس الجهاز نفسه او القطاع نفسه هو اللي يراقب فعلا. لا صحيح. يعني هذا فكر عقيم، يعني لازم قطاع هو اللي ينفذ ويرخص ويمشي في المواضيع اللي تخص الجهاز التنفيذي، وقطاع ثاني هو اللي يراقب على الموضوع هذا عشان يمشي مركب البلديه بمركب صحيح. يفترض. وهذا الاصل في هالشيء. فاحنا عندنا طبعا جهات رقابيه داخل البلديه نفسها، عندنا فرق ميدانيه تطلع وتكشف وتعدد الخلل وينه. في عندنا طبعا في السابق في قصور
اي نعم انا ما اقول لك احنا والله البلديه في كل مؤسسه وفي كل وزاره فالمؤسسه فيها يعني هذا، بس في المستقبل راح نتخطى جميع الامور هذه كل هذه باذن الله. طيب انتقل سريعا الى نائب المدير العام لقطاع محافظتي العاصمه والجهراء بالوكاله مهندس محمد مرزوق المطيري. مهندس محمد، شنو اهم الخدمات خلينا نتكلم عنها، يعني بما ان تطرقنا لموضوع البلديه، اهم هذه الخدمات اللي تقدم اليوم لافرع بلديه الكويت في المحافظات الست، ما هي اهمها؟ بدايه انا ارحب فيك وارحب بالساده المشاهدين واشكركم على الاستضافه لابراز دور البلديه والخدمات التي تقدمها. طبعا قطاع المحافظات هو قطاع يتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، لذلك تحرص البلديه على رفع مستوى رضا المواطنين من خلال تطوير خدماتها بشكل مستمر ودوري. تنقسم الخدمات اللي تقدمها المحافظات الى نوعين من الخدمات. نعم. خدمات متعلقه باعمال البناء وخدمات متعلقه بالرخص التجاريه والمحلات. صحيح. طبعا الخدمات المتعلقه باعمال البناء تشمل جميع مراحل البناء، من مرحله اصدار رخصه البناء الى استلام الحدود الى تنفيذ البناء حتى وصولا الى ايصال التيار الكهربائي. وبعد ايصال التيار الكهربائي تاتي مرحله اللي هي اصدار شهاده الاوصاف في حال نقل الملكيه من شخص الى اخر. فالبلدية معنية بجميع هذه الخدمات، وتم تطوير الخدمات هذه بحيث أصبحت من ورقية إلكترونية من خلال التعاون مع قطاع المكاتب الهندسية والتعاون مع المقاولين، فأصبح جميع الخدمات التي تقدم بصورة إلكترونية سلسة سهلة. نعم. كذلك القطاع الخدمات الأخرى اللي هي خدمات أعمال الرخص التجارية تم التعاون مع وزارة التجارة بحيث أصبحت يعني الربط ما بين وزارة التجارة وبلدية الكويت والمعلومات المدنية بحيث تصدر الرخص التجارية بشكل إلكتروني. نعم. دون بشكل الحاجة أسرع حتى. صحيح. بشكل أسرع ودون الحاجة للمراجعة مراجعة المستثمرين أو ملاك الشركات، يعني بشكل إلكتروني وفوري. جميل. نعم. مهندس محمد، يعني البلدية يقال بأن التوجه الإداري نقدر نقول والكادر الوطني عاملان مهمان جدا في نجاح البلدية، خاصة بلدية الكويت. ما الذي تحقق في هذا المجال، يعني على مستوى التنظيم والتدريب، على مستوى التأهيل، وأيضا حتى على مستوى التكويت خلنا نتكلم. نعم. احنا بالنسبة لنا كقطاع يعني محافظات نفخر بوجود طاقات شبابية كويتية، يعني قطاع المحافظات تم تكويته بشكل كامل. نعم. جميع الموجودين طاقات وشباب كويتيين، يعني نفخر بوجودهم والخطوات اللي يقدمونها لتسهيل الخدمات وتوفير افضل سبل الخدمات. نعم. جميل جدا. انتقل سريعا نائب المدير العام لقطاع التطوير والمعلومات سيد يوسف العازمي، رحب فيك. اكيد سيد يوسف، موضوع التحول الرقمي وموضوع التكنولوجيا يعني موضوع مهم جدا، يعني يمكن ليس على مستوى وزاره البلديه فقط، على جميع المستويات، على جميع المؤسسات والوزارات. اليوم اذا بنتكلم عن البلديه، التحول الرقمي وحتى التطور التكنولوجي أكيد له معايير خاصة، ما هو المقياس الرئيسي اللي تقيم فيه البلدية خطواتها نحو التوجه الرقمي ونحو التكنولوجيا؟ وين وصلتوا اليوم؟ في البداية مسي عليك ومسي على أخواننا المشاهدين. نسعى في قطاع تطوير المعلومات إلى بناء بيئة رقمية متكاملة. نعم. لتساهم في تحسين الخدمات المقدمة. من أهم الإجراءات اللي تمت في رغملة الخدمات اللي هو تطوير الموقع الإلكتروني للبلدية والخدمات البلدية المقدمة من خلال الموقع لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات وسرعة الإنجاز. نعم. كذلك طورنا برنامج تطبيق شكاوي البلدية لمتابعة الأخوة المواطنين والمقيمين شكواهم وتقديمها وربطها مع الجي بي اس والجي اي اس للدوله. طيب هذا شلون ممكن تاثر على سرعه يعني الانجاز سيد يوسف؟ في السابق كان اليه تقديم الشكوى هي الانتقال الى البلديه الى الفرع او المركز او ادارات الشكاوي تابع البلديه، تقديمها ورقيا والادلاء في البيانات المخالفه. حاليا بامكان اي مواطن او مقيم أن يتم رفع الشكوى عن طريق الهواتف المحمولة في تطبيق البلدية وتصوير الشكوى وربط الشكوى من خلال الجي اي اس، فتنتقل المخالفات هذه إلكترونيا إلى الجهة المختصة اللي هي المحافظة اللي تابعة مواقع لوكيشن الجي بي اس. وشلون يتم التعامل معها؟ يتم التعامل وياها الى تحويلها الى الاداره المختصه. طبعا الخدمه متيحه الى
عدة أنواع من المخالفات، منها مخالفات البناء، منها مخالفات النظافة. بإمكان مقدم الشكوى أن يختار نوع الشكوى اللي ستقدم إلكترونيا، تحول إلى الإدارة المختصة بناء على البيانات اللي أدخلها مقدم الشكوى. رصدت تفاعل مع الناس؟ نعم، في تفاعل، وإضافة إلى هذا تم إعطاء صلاحية للسادة مدراء الإدارات ورؤساء القطاعات لمتابعة الشكاوي المتأخرة في أي إدارة عند أي قسم عند أي موظف. وبالمناسبة سعادة المدير العام أصدر تعميم أن عدم تجاوز الشكوى خلال يومين عمل يبدأ بالتايم أن المعاملة هذه أو الشكوى هذه متأخرة عند الموظف الفلاني. جميل جدا. طيب انتقل سريعا إلى المهندسة ميساء بوشهري، مساك الله بالخير، نائب المدير العام لقطاع المشاريع. بما أن ذكرنا موضوع المشاريع، نبي نتطرق إلى أهم المشاريع الإنشائية المزمع إنجازها، يعني خلينا نتكلم خلال المرحلة المقبلة. يعلى مساء النور. إحنا بالبلدية بقطاع المشاريع، مشاريعنا تنقسم إلى مشاريع خاصة بالبلدية، مباني البلدية. عندنا حاليا إن شاء الله مبنى البلدية الإداري راح يكون بشارع الشهداء، يتكون من 40 دور. وعندنا إن شاء الله مبنى محافظة الأحمدي، مبنى يتكون من 11 دور، هذا خاص بمباني البلدية. المشاريع الثانية اللي هي مشاريع الدولة، اللي هي تعتبر خلينا نقول الأسواق، المشاريع الترفيهية، وأغلبها مدرج من ضمن خطة التنمية. وعندنا هم جزء مدرج من خطة التنمية اللي خاص بإدارة النفايات. طبعا حاليا نقسم مشاريعنا لعدة مراحل، يعني عندنا الحين مشاريع داخلة بحيز التنفيذ. عندي شاطئ شويخ إن شاء الله الافتتاح راح يكون بشهر مارس 2025. عندي مشروع إعادة إعمار المنطقة المتضررة بعد حريج المباركية، أسواق المباركية، نعم. إن شاء الله بعد 13 شهر راح يكون المشروع بالكامل خالص. عندي مشاريع ثانية الحين خلينا نقول هي بمرحلة الطرح، اللي هي تطوير أسواق المباركية. نعم. وعندي مشروع عبد الله الأحمد، طبعا ودنا شوي يعني نتكلم عن مشروع عبد الله الأحمد. نعم. هو راح يكون يعني المميز فيه انه هو دمج بين انه يكون مجمع تجاري وبين انه يكون خدمات ثانيه اللي هي ثقافيه ترفيهيه تعليميه. مكانه بقلب العاصمه، يعني الانشطه اللي فيه راح تكون ميكس. خلينا نعطيك على سبيل المثال، يعني مثلا عندنا اكاديميه الحركه، اكاديميه الموسيقى، عندنا العاب العالم الافتراضي، عندنا شغلات تعليمية. الشيء المميز فيه عندنا مضمار تقريبا طوله 900 متر داخل المجمع حق الدراجات الهوائية. تم العمل بهذا المشروع ولا إلى الآن؟ طبعا خلصنا تأهيل الشركات، وإن شاء الله خلال أسبوعين راح نبدأ بيع مستندات المزايدة. تقريبا متى يعني سيرى النور هذا المشروع؟ قريبا جدا، هذا اول مشاريعنا ان شاء الله اللي راح ننفذها ان شاء الله. وعندنا بعد عندنا بالنفايات اللي هي منظومه تدوير النفايات. نعم. مشروع هم بلشنا الحين، الشركه تقريبا استلمت الحدود لتنفيذ المشروع، وراح يكون تحويل النفايات البلديه الصلبه الى وقود جاف يستخدم لمصانع الاسمنت. جميل. عندي هم مشاريع ثانية هي الحين بمرحلة الدراسة الاستشارية. عندي سوق الجمعة والطيور بمحافظة الجهرة، وسوق الخيام أيضا بمحافظة الجهرة. نعم. في مشاريع ثانية بانتظار إن شاء الله الموافقات عليها، مثل كورنيش الجهرة، ومثل مشروع اللي هو المغامرات الصحراوية. نعم. طيب مهندسة ميساء، في ظل يعني خلينا نقول التوسع اليوم بالكويت في بناء المدن الإسكانية الجديدة على مستوى الدولة، ماذا يطرح بالنسبة للبلدية من تحديات؟ لابد أن هناك بعض التحديات اللي تواجه البلدية وتواجه أي مؤسسة للأمانة، شنو التحديات اللي اليوم أنتم قاعد تواجهونها؟ إحنا دائما نحط ببالنا أن يعني أن نبي التنوع بالأنشطة
وبنفس الوقت يعني ان نبي نغطي خلينا نقول اغلب مناطق الكويت، بحيث ان هذا التوسع العمراني احنا نستفيد منه ويكون يعني مشاريعنا تكون موجوده بكل مكان، تلبي حاجات يعني حتى يعني المواطنين وايضا المقيمين. إيه لان أكيد. البلديه يعني هي مسؤوله عن الخدمات اللي تقدم للمواطن. صحيح. فاحنا اكيد نحرص ان مشاريعنا تغطي اغلب الجوانب اللي يحتاجها المواطن. نعم. خليني اسمحي لي انتقل الى السيد مشعل العازمي ونائب المدير العام لقطاع الخدمات. نبي نتكلم عن الخدمات، حدثنا عن رؤيه قطاع الخدمات سيد مشعل بشان تطوير عقود يعني النظافه اليوم بالكويت على محافظات الدوله الست لرفع مستوى النظافه على مستوى البلاد. بدايه بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. طبعا اشكركم على استضافتنا. طبعا بلد الكويت احنا بعد ما جينا كرؤيه جديده نقدمها في قطاع الخدمات اللي هو تغيير في منهجيه النظافه. يعني هدفنا هو الاول والاخير الوصول الى اعلى مستوى تقديم خدمه النظافه، ان البلديه هي طبعا دعبت بعد تخصيص اعمال النظافه في الكويت من سنه 81 خصصت اللي هو مشاركه القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتقديم افضل خدمات نظافه، هذا حسب الراي كان وقتها مكتب استشاري ساعد في الدوله وشاف افضل الطرق اللي هو تخصيص اعمال النظافه بما كانت بالسابق هي البلديه نفسها اللي تقدم الخدمات. صحيح. العقود كانت مستمره نفس النمط القديم، راينا ان طبعا ان لازم نغير في المنهجيه. تعاقدت بعد الكويت مع مكتب استشاري لتطوير اعمال النظافه لوصول الى عقود قياس مستوى الاداء. نعم. اللي هي طبعا ما تكون عقود الاجار. حاليا طبعا العقد قال يقلب عليه طابع اللي قالب طابع تقديم خدمه النظافه اللي هو مستوى الاداء. تم انتهى طبعا من العقود ورفعها الى الجهات الرقابيه، حاليا هي طبعا بالطرح النهائي تقريبا ان شاء الله بعدين تروح الجهاز المركز للمناقصات. تغيير شامل طبعا صار في العقد من ناحيه طبعا الاليات والمعدات اللي موجوده في العقد هي اليات طبعا تقديم اليات النظافه وحده ولكن تختلف من طبيعه اللي هو نتكلم مثال يعني على الكناسات. كناسات انواع، في الفاكيوم اللي شابط وفي الميكانيك اللي هي بناقل سير ينقل النفايات وفي التقطيع اللي هي طبعا اليه جديده. استخدمنا جميع المواصفات هذه ووضعناها في العقود المستقبليه. حطينا اللي هو نسميه احنا يكون اي شخص بيعرف كميه النفايات اللي طالعه من اللي تقوم في نقلها شركات النظافه راح تكون لنا داتا داخل اللي هو البلديه، نعرف كميه النفايات اللي طلعت. استخدمنا سبل اللي هو المتابعه الحديثه لمتابعه اداء شركات النظافه، حطينا معايير واسس جديده ان شاء الله باذن الله راح تكون فيها نقله في مستوى النظافة وتقديم خدمات. وبعد العقود حاليا 17 عقد تخدم جميع محافظات الكويت، اضفنا بناء على تعليمات سعاده مدير عام البلديه انه خلينا نفتح العقود اكثر، اضفنا عقدين صاروا 19 عقد حاليا، اربع عقود في محافظه الاحمدي، اربع عقود في محافظه الجهره. تم اعتمادها طبعا تم هذا وحاليا في الجهات الرقابيه لاعتماد وثائق المناقصات. نعم. طيب استاذ مشعل، بما ان ذكرت موضوع النقله احنا ناطرين هذه النقله، كان لك تصريح في وقت سابق قلت فيه ان البلديه ستحدث نقله نوعيه في العقود الجديده. طبعًا. تقريبا هالكلام كان قبل 9 اشهر، شو اللي تغير من ذاك الوقت لهالوقت؟ طبعا احنا يعني انا قلت لك انا بالبدايه احنا خصصنا اعمال نظافه سنه 81. العقود او التي ار اللي قاعد تعدها بلد الكويت نفسه القديم، ولكن في تحديثات بسيطه لما جينا حق القطاع قلنا تعاقدنا مع مكتب الاستشاري وقلنا خلينا نطور من الاعمال. شارك المكتب الاستشاري مع الاخوان مدراء اداره النظافه في جميع المحافظات لوضع خبراتهم في عقد جديد يحاول يعني نحاول ان نوصل في مستوى نظافه عالي، يعني خلينا نتكلم نواكب المناطق الحديثة أو الدول الحديثة في تقديم خدمات النظافة. تعتبر هي الهاجس الأهم على بلد الكويت. ما في كويتي أو مقيم داخل الكويت ما يكون عنده هاجس النظافة. صحيح. فرأينا لازم نغير المنهجية أول وتالي إحنا كمواطنين قبل لا نكون موظفين في الدولة. أكيد. فالخدمات هي تقدم لنا قبل نفسنا نفس المقيم المواطن. صحيح. فرأينا إن شاء الله ننوع من الخدمات، نحاول نزيد في طاقة الشركات، نحاول نختار شركات تكون قادرة على تقديم خدمات النظافة.
بما يليق في بلدية الكويت. صحيح. طيب أستاذ مشعل، هل بلدية الكويت اليوم بحاجة إلى وضع خلينا نقول آلية محكمة لعملية فرز النفايات، خلينا نتكلم للقضاء على العشوائية اللي أحيانا احنا نشوفها بالشوارع، وإيجاد بدائل يعني طاقة صديقة للبيئة خلينا نقول، يعني مثل إعادة تدوير النفايات وغيره؟ طبعا احنا في 2008 2023 شهر 8 اصدرت لائحه اداره النفايات البلديه ولائحه النظافه العامه. فبعد صدور اللائحه طبعا احنا طبقنا استراتيجيه الهيئه العامه للبيئه اللي هي فرز النفايات من المصدر داخل هذه اللائحه، والزمنا ان ملزمين في ان يكون فرز النفايات من المصدر، وبدينا وضعناها في العقود المستقبليه. راح يكون طبعا كبدايه، هي ما هي بدايه كامله، ولكن كتوعيه وتوجيه المواطنين والمقيمين ان في البلديه جاده في عمليه فرز النفايات تم وضع حاويات لاستقبال النفايات المفروزه عند الجمعيات التعاونيه، افرعها، الاسواق العامه. راح تكون هذه الحاويات مخصصه لنوعيه النفايات. بعد ما يتم وضع النفايات في هذه الحاويات في اليه خاصه لرفع تلك النفايات، وبعدين ترحيلها مواقع معالجه بالتعاون مع قطاع المشاريع مع اختي ميساء. نعم. راح يكون في هناك اللي هو طبعا الاداره المختصه في معالجه تلك النفايات. جميل جدا. طيب الحين عندنا استطلاع حابين نشوفه معاكم، جهزنا لكم اياه في برنامج 60 دقيقه ونرجع نعلق عليه. الاستطلاع وراجعين. الدولة كلها صارت أونلاين، فما يحتاج تراجع إلا بشغلات بسيطة. فأولهم البلدية، يعني سبحان الله البلدية قبل تقعد شهور عشان تخلص معاملتك، لله الحمد الحين خلال ثواني بالأونلاين تخلص كل شيء. الإنجاز يعني أوكي، حط المشروع طبقة، الدورة المستندية والأمور هذه يفترض أنه خلاص انتهت كلها أونلاين. أنتوا سويتوا على المواطنين أونلاين، خلي الدورة المستندية أونلاين، لا تأخر البلد. يعني المواطن يتعذب عشان موضوع شكوى. أنا عندي جاري في منطقة في العاصمة، شكوى عندي 20 كتاب موجهة إلى بلدية الكويت، ولكن ما قفاد لازم المواطن نفسه يقابل مدير عام البلدية علشان موضوع شكوى. أنا الحين توني مقابلة والريال رايته بيضة، كلمهم قدام عيني كان يقول أعطوه قطع جزئي، ما في شيء فوق القانون. قلت جزاك الله خير، لو أدري من زمان بدال 20 كتاب هذه لو أني موفرهم وجاي عندكم ريح راسي أنا. قال مكتبي مبطل قدامك، مبطل. جزاه الله خير، الريال ما قصر، جزاه الله ألف خير. والله نشكر البلدية حقيقة على دور تقوم فيه، جزاه الله خير. وهم الحقيقة يعملون عقود صارمة على المقاولين اللي يقومون بعملية النظافة، لكن المقاولين ما يلتزمون بالعقود اللي مكتوبة في بالعقد مع البلدية، وبالتالي نشوف هذه المخالفات نشوفها بالشوارع، سواء مخلفات أو يعني بقايا بناء او شيء كذي بالشوارع تلقاهم. اكيد النظافه موجوده في الكويت ودائما الواحد يحس فيها، ودائما سيارات البلديه متواجده على طول. يمكن في نقطه مهمه بصوب الشاليهات، يمكن شوي يبي لهم شوي يزيدون موضوع التنظيف اليومي، ظاهر الحراسه هناك بدل ما يقط الزباله في داخل الدرم هذا الكبير يقطها برا، فهذه يمكن يبي لها طبعا شويه حملة توعوية. النظافة في الكويت لله الحمد لما تقارن مع كثير من الدول تلقاها متميزة فيها، فالسيارات يوميا تشيل زبالة، تشوف اللي يكنسون العمال موجودين، فهذه نعمة لله الحمد يشكرون عليها. فأرجو من الأخوان في البلدية أن يهتمون في البلد أكثر، ويتم التركيز على المشاريع وسرعة إنجاز المشاريع. يا فرحتي إذا مثلا نزلنا مشروع وما تنفذ إلا بعد 5-6 سنوات، شو الفائدة؟ احنا ضيعنا من عمرنا 6 سنوات. في الدول القريبة منا ودول الخليج، إخواننا في دول الخليج التنفيذ أسرع، فأرجو أن الاهتمام يكون في التنفيذ، بسرعة التنفيذ وسرعة الإنجاز. حياكم الله مجددا مشاهدينا في برنامجكم 60 دقيقة، وأكيد راح نعلق على الاستطلاع وبعض الآراء وبعض الأسئلة اللي وجهوها المواطنين للإخوان من البلدية. لكن بالبداية خلوني أنتقل إلى المهندس سعود الدبوس، قبل لا يعني نتكلم عن بعض الأسئلة اللي طرحت من قبل المواطنين في الاستطلاع، حابة يعني نذكر مجالات وآليات التنسيق فيما بينكم ما بين البلدية ومؤسسات الدولة المعنية ذات الصلة مثل الأشغال والتجارة والصحة وغيرها.
طبعا احنا ويا جميع الوزارات في ربط اكيد، يعني جميع المخططات وجميع النقاط الجي اي اس كلها مرتبطه في البلديه. في طبعا ربط الكتروني طبعا عن طريق الجي تو جي طبعا في بناء على الطلبات والتراسل وكذي. في عندنا اجتماعات دوريه بيننا وبين الوزارات الثانيه بحيث انه اذا كان في اي مشاكل تربطنا مع يعني اغلب الوزارات طبعا علاقات يعني مهنيه وزماله، بالعكس يعني اغلب المعاملات اللي تكون بين جهات الدوله ويانا يعني في تعامل مستمر، يعني الاشغال، الصحه، مثل المطافي، الداخليه، التجاره. بالشيء يذكر يعني قبل فتره يمكن لقينا في تصريح لوزاره التربيه ذكرت ان هناك تنسيق فيما بينهم ما بين البلديه لحصر التجاوزات والتعديات المجاوره للمدارس، يعني هل قمتم بهذا الامر ولا لا؟ طبعا فعلا وصلتنا كتبهم وقاعدين نطلع عليها، طبعا اللي هو المقصد فيها التجاوزات اللي هم مظلات حق المدرسين. صحيح صحيح. فهذه هي كانت عندنا كانت قبل اشكاليه، يعني احنا نقول مثلا ما نبي نسكر على الكل، والله اي مظله زيلوا. فاغلب المدرسين او المدرسات طبعا يقعدون يمكن 6 أو 7 ساعات في بالشمس وش اسمه والشمس حنانيه على رؤوس سياراتهم، ولما يجي يركب سيارته تلقين مثلا سياره مولعه من داخل. فكنا يعني نوعا ما نقض الطرف لفتره مؤقته الى ان نسوي لائحه حق المظلات للاماكن هذه، وفعلا ان شاء الله يعني في قادم الايام راح يكون في لائحه حق المظلات للجهات الحكوميه ويضبط الامر وياهم ان شاء الله. يعني بشكل صريح مهندسنا، هل الهيكل التنظيمي اليوم في البلديه يواكب مهامكم ام هناك حاجه الى اصلاحات؟ اكيد في اصلاح، بدايه الحلقه انا قلت لك يحتاج اصلاح، يعني من بدايه وجودنا في بالقياده يعني قياده البلديه راينا انه لازم يتغير، انا ويا اخواني الزملاء انه لازم ننطلق في البلديه انطلاقه جديده. الهيكل التنظيمي اللي موجود الحين شيء حق بلديه الكويت او حق دوله الكويت ايام الثمانينات، الحين احنا ب 2024 صحيح، فيحتاج يتعدل. طيب شنو اذا باختصرها يعني شنو هذه المعوقات اللي قاعد تواجهكم؟ هل هي معوقات نقدر نقول عنها معوقات تشريعيه ام ممكن معوقات لوجستيه باعتقادك؟ هي طبعا يعني نقدر نقول مثلا على محورين، يعني قانونيه تشريعيه وهم مثل ما قلتي لوجستيه، بحيث انه يحتاج ربطنا مع الجهات الثانيه. نعم المهندس محمد، يعني في الاستطلاع كان هناك تعليق يعني مثل ما شفنا قبل شوي من احد المواطنين ذكر ان موضوع التأخير بالدورة المستندية والتأخير في المعاملات وأنها تأخذ وقت طويل جدا. طيب هي واحدة من المعوقات اللي تخص البلدية، يعني هذا أمر لا خلاف عليه، ما هي الخطوة المتخذة في هذا الشأن اليوم؟ نعم، أولى متطلبات تحسين بيئة الأعمال هي تحديد المدد الزمنية للمعاملات، لذلك حرصت البلدية وحرص المدير العام بشكل خاص نعم. على إصدار تعميم رقم 2019 لسنة 2024 بشان سرعة إنجاز المعاملات، وحدد جميع المعاملات ولكل معاملة مدة زمنية محددة. وطبعا من خلال التطوير التكنولوجي يتم متابعتها من خلال برنامج إصدار تراخيص البناء وبرنامج المحلات، يوجد خاصية متابعة للمعاملة KPI، يتم متابعة الإدارة ويتم متابعة القسم ويتم متابعة المهندس المختص في المعاملة جميل. للتأكد والحرص على إنجازها بالوقت المحدد بدون أي تأخير. نعم مهندس محمد، البعض يطالب بتطوير يعني نظام البلدية بحيث أن تكون لكل محافظة بلدية خاصة فيها، منفصلة بإدارتها، منفصلة بانتخاباتها، منفصلة حتى يعني بمجلسها للتقرب أكثر ممكن من المواطنين في المحافظات. هل ممكن يعني هذا الموضوع يرى النور مستقبلا في الكويت عندنا؟ احنا بالكويت ملتزمين بقانون 33/2016 وهو اللي حدد الهيكل التنظيمي للبلدية كبلدية وكمجلس بلدي، فأي تعديلات من هذا النوع تتطلب تغيير تشريعي. فإحنا حاليا ملتزمين في الوضع القائم. في الدول المجاورة وجميع الدول نعم في لكل محافظة أو لكل منطقة بلدية خاصة فيها، بس هذا يتطلب تعديل تشريعي. نعم مهندس محمد، هل التدريب اليوم كافي لرفع إنتاجية يعني خلينا نقول مفتش البلدية في الإدارات الرقابية كالخدمات كنظافة وأيضا السلامة، أم هناك معطيات أخرى يعني مثلا إحنا نقول الحافز ممكن أو حتى التحفيز لهؤلاء الموظفين؟ نعم بشأن الحوافز الحمد لله يعني تم إعطاء الموظفين بدلات يعني
ان شاء الله انها تكون كافيه من ضمنها بدل النوبه. نعم. فكبدلات وحواوز ان شاء الله موجوده، بس انها كتطوير اداري يعني في حرص من اداره قطاع التطوير على عمل دورات مستمره ودوريه للمفتشين والمهندسين لتطوير لتطويرهم ذاتيا. طيب مهندس محمد، الشيء بالشيء يذكر، يعني اليوم احنا يمكن قاعد نشوف ان وزاره البلديه من اوائل الوزارات اللي طبقت البصمه الثالثه، فهل ممكن موضوع البصمه هذه ممكن يعوق هؤلاء الاشخاص، خاصه نتكلم عن المفتشين اللي اصلا شغلهم يحتاج ويحتم عليهم ان يكونون خارج مبنى الوزاره؟ نعم، المفتشين او العاملين في الاعمال بناء غالبا عملهم ميداني. نعم، ما هو مكتبي. صحيح. ف ان شاء الله انها ما تعوق، بس انه يعني عملهم ميداني، تفتيش على المحلات، تفتيش على المباني، فيتطلب وجودهم خارج المكاتب. نعم. سيد يوسف، الخدمات الالكترونيه اللي اليوم تقدمونها، شنو هي ابرز هذه الخدمات الجديده المتوقع تقديمها في الفتره القادمه؟ ممكن انا حبيت اليوم يكون حصري عن طريق البرنامج، ان نبشر قريبا ان شاء الله سيتم اطلاق برنامج تراخيص الاعلانات. نعم. طبعا برنامج تراخيص الاعلانات يختلف اختلاف كلي عن البرنامج السابق. كانت الاليه في السابق تقدم المعامله الكترونيا، يتم دراستها من قبل الموظفين، يتم الانتقال ضروره انتقال طالب الرخصه الى البلديه لدفع الرسوم واصدار الرخصه. حاليا ان شاء الله راح تصدر تقدم المعامله الكترونيا ويتم اصدار رخصه فوريه. جميل. المطلوب بس انها ادخال البيانات المساحات ونوع الاعلان ودفع الرسوم الكترونيا، وذلك يتم اصدارها فوريا عاد بعد فتره تكون رقابه البلديه لاحقه. نعم، هذا حصري حق برنامجنا. نعم، برنامج 60 دقيقه، وان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله احنا في صدد انتهاء من برنامج تراخيص المظلات بالتعاون مع الاخوان في الجهاز المركزي للتكنولوجيا والمعلومات. راح يتم البرنامج هذا عن طريق برنامج سهل، يتم التقديم وكذلك تصدر الرخصه ان شاء الله في مده زمنيه قصيره باذن الله تعالى. وانا يعني اللي حاب اني ابين حق الاخوه المواطنين، مؤخرا احنا ضفنا العديد من الخدمات الالكترونيه في برنامج سهل، يعني من الخدمات اللي هو اصدار رخص صحي، الاستعلام عن شهادة الأوصاف، الاستعلام عن إيصال التيار الكهربائي، ومؤخرا احنا ضفنا اللي هو الاستطلاع على الملف الفني للعقار. نعم. الاستطلاع هذا يعني مكن أصحاب العقارات أن يتم استطلاع على الملف الفني للعقار بمحتوياته، بتراخيصه، بالوثائق الخاصة في العقار دون الانتقال إلى البلدية. جميل جدا. استاذ يوسف، بالنسبه لتدريب كوادر البلديه بما يخص، يعني ذكرنا قبل شوي مجال الرقمنه والتكنولوجيا وتطوير حتى الخدمات الالكترونيه لانه شيء مهم يعني على مستوى الدوله، كيف يتم هذا التدريب؟ هل هناك تعاون مع جهات اخرى؟ هو الاعوان احنا في قطاع تطوير المعلومات وتوجيهات مساعده مدير عام البلديه ان نسعى الى رفع مستوى العاملين في البلديه من خلال تنظيم دورات تدريبية خارجية وداخلية على مستوى جميع العاملين لرفع مستواهم المهني. كذلك يتم التعاون مع الجهات الحكومية بتنظيم ورش عمل والمشاركة فيها، وكذلك بشكل دوري نطرح دورات تثقيفية للعاملين في البلدية للوائح الخاصة في البلدية وقانون البلدية. نعم. مهندسة ميساء، يعني مثل ما شفنا قبل شوي بالاستطلاع يمكن أحد المواطنين ذكر موضوع التأخير في المشاريع، ما هو سبب هذا التأخير في المشاريع؟ ممكن احنا ذكرنا قبل شوي بعض المشاريع اللي إن شاء الله يعني سترى النور قريبا، لكن هذا التأخير شنو سببه؟ خلينا نقول هو مو تأخير، يعني الدورة المستندية تبي تاخذ وقت على ما يعني ناخذ موافقات الجهات الرقابية. يعني أي مشروع ينطرح لازم يكون مدرج بالميزانية، لازم ناخذ موافقة الوزارات، يعني عشان كذي التأخير هذا حاصل. بس إن شاء الله إحنا نتدارك هذا التأخير بعلاقاتنا بين الوزارات وباجتماعاتنا مع لجان الخدمات بالمجلس الوزراء،
نتدارك الشغلات هذه وان شاء الله مشاريعنا تكون اسرع من سابق. نعم. من السابق. مهندسه ميساء، عندكم تعاون يعني ملحوظ مع القطاع الخاص، كلمينا عن مشاركتكم مع القطاع الخاص، هل هناك يعني رؤيه محدده لتطوير هذه العقود اللي قمتم فيها مع قطاعنا الخاص؟ طبعا توجه البلديه لتطبيق رؤيه الكويت 2035 ان تكون مركز تجاري مالي. صحيح. الشيء الاساسي فيه انه يكون شراكه مع القطاع الخاص. فمن المشاريع اللي ذكرناها قبل شوي عندي شاطئ شويخ واعاده اعمار، وعندنا بعد مشروع اللي هو مواقف سيارات، هذه كلها مبادرات تبرع من القطاع الخاص. نعم. في مشاريع ثانيه راح تطرح كمزايدات، مزايدات المستثمر يزايد على المشروع وينفذ المشروع ويستثمره كم سنه ويرجع بعدين للدوله. نعم. وهم عندنا نظام الشراكه عن طريق هيئه الشراكه او على قانون 105 اللي هو استثمار املاك الدوله مع وزاره الماليه. فاغلب المشاريع يعني ما فيها دفع من الدوله، هي شراكة مع القطاع الخاص، وهذا التوجه حق بلدية الكويت. نعم. سيد مشعل، يعني لاحظنا في الاستطلاع قبل شوي من أحد المواطنين ذكر أنه تطرقه للأمانة الموضوع مهم جدا، وهو عدم التزام بعض المقاولين وكثرة المخالفات بالشوارع وكثرة بقايا البناء. فعلا بين حين وآخر يعني تثار مشكلة، يعني إحنا يعني على مستوى الأفراد قاعد نلاحظها، اللي هي مخالفات النظافة والشركات والعقود. اليوم هل لأحت النظافة يمكن بحاجة إلى تغليظ للعقوبات، بحاجة إلى بعض التعديل في التشريعات؟ طبعا لائحة النظافة تم الانتهاء منها في شهر 8/2023 بعد قرار مع الوزير في تطبيق هذه اللائحة. طبعا اللوائح دائم كل لوائح تصدر اكيد في تعديلات مستقبلية لها. في لجنة النظافة دائم بعد تكليف سعادة مدير عام البلدية للجنة النظافة في دراسة المشاكل اللي نعاني منها في اللائحة ورفع تقرير عنها حتى يتم تطبيقها. اللائحة كانت شاملة، بالسابق كان اسمها لائحة النظافة، حاليا تم تغيير مسمى اللائحة وصارت أكثر يعني شمولية. توضيح شمولية أكثر في من ناحية اللي هي إدارة النفايات البلدية الصلبة ولائحة النظافة العامة، فصار يعني من نقل إلى أماكن المعالجة كلها في لائحة واحدة. لائحة فيها طبعا حدد المشرع فيها الصلح وفيها غير الصلح. حاليا قاعد اليوم كان عندنا اجتماع مع الاخوان في وزاره الداخليه للربط ما بيننا في المخالفات الغير مباشره بعد تكليف سعاده المدير العام، في انتهاء من هذا الربط حتى نتمكن من تطبيق اللائحه كامله في المخالفات الغير مباشره، من يقوم بافعال رمي النفايات دون طبعا موافقه بلديه الكويت او في الاماكن غير المخصصه لها، عدم الالتزام في مواعيد اعزكم الله اخراج القمامه، يعني في مواد يتم فيها المخالفه غير مباشره ويجيك طبعا تكون اللي هو طبعا الاشعار عن طريق سهل ان عليك مخالفه، فهذا حاليا احنا قاعد نطبقه ان شاء الله يعني عن قريب راح يتم تطبيقه. عفوا حاليا احنا سوينا اللي هو اجتماع تنسيق مع الاخوان في وزاره الداخليه، وان شاء الله راح يكون في مع الجهات الاخرى يصير اجتماعات تنسيقيه للربط بيننا حتى الانتهاء من تطبيق اللائحه هذه. فان شاء الله ان بالعكس راح يكون في توعيه قبلها وراح تطبق اللائحه في عدالة. طيب شلون يتم مراقبه ومتابعه اداء شركات التنظيف؟ المتابعه جزئيه، متابعه عن طريق الجي بي اس على الاليات، والمتابعه اللي عن طريق مراكز النظافه اللي طبعا منتشره في جميع مناطق الكويت من قبل مفتشين النظافه يقوم بمتابعه مدى التزام تلك الشركات في تقديم خدمات النظافه. هذا النظام الحالي، ان شاء الله بالمستقبل راح يكون نظام اكثر شموليه وراح يكون في رقابه اشد من النظام الموجود حاليا. مفتشين النظافه دورهم طبعا هو متابعه ثلاث انواع من المخالفات اللي هي عقود النظافه، لائحه النظافه، ولائحه اشغالات الطرق، اللي هذا دور مفتش النظافه داخل المراكز. نعم. يطالع مدى التزام المواطنين والمقيمين في لوائح بلديه الكويت ومدى التزام شركات النظافه في لوائح بلديه الكويت وتقديم خدمه النظافه. نعم، جميل جدا، كل الشكر لكم، انا سعيده اليوم بتواجدكم، اكيد شرفتونا ونورتونا، شكرا يعني لهذه لحضوركم وشكرا لسعه صدركم. اذا في احد حاب يعني يقول كلمه اخيره، مهندسنا تفضل. انا ودي صراحه يعني احنا نتقبل النقد. نعم. يعني الشباب اللي موجودين عندنا في بلديه الكويت دائما يعني صدورهم وسيعه لسماع النقد.
بس انه يعني النقد يكون موجه محلة. بالشكل الصحيح. صحيح. يعني النقد يكون وصلوا النقد للجهات المختصه، اما انه ينشر على الملأ بحيث انه يرى يعني مثل ما نقول يعني الدول المجاوره او الدول الخليج او دول الوطن العربي قاعد يشوف الكويت بصوره مو زينه، وهذا مو هو اصلاح ترى. نعم. هذا يعتبر خلل في المنظومه اللي عندكم. أكيد. المفروض انه يعني احنا حاطين لكم اكثر من جهه تقديم الشكاوي. الشكاوي فعلا مكاتبنا مفتوحه، يعني احنا مثلا عندنا محدد يوم الاحد استقبال جميع المواطنين من المدير العام، النواب المدير العام، المدراء الافرع، لرؤساء الاقسام، متواجدين في مكاتبهم من الصبح لين انتهاء الدوام، استقبال جميع المواطنين بدون مواعيد، بدون اي شيء تقدر توجه له. يعني انا يحضرني اغلب المواطنين اللي كانوا يجون يقدمون شكاويهم كنت اشوفها صدق شكاوي يعني في محلها. انا ما الومهم، بس ما في مثلا انك قاعده تبين تعطي انطباع مو زين عن الكويت. الكويت مو هذا اللي احنا نبيكم توصلونه. يعني انت المفروض انك توصل صوره حسنه عن الكويت. يعني انت توصل هذا تروح حق في مكان فيه شيء زين وتصور تقول هذا الكويت كذي وكذي. ما اقول لك انا والله كل شيء زين، بس انه مو بالتصور اللي قاعد اشوفه بالطريقه هذه. يعني هذا يعتبر ابخاص للحق البلديه، فالبلديه فيها جانب زين وفيها جانب الى الان يحتاج تطوير، فهذا اللي يحتاج تطوير. انت قاعد تسلط الضوء على اللي يحتاج تطوير، اما الجانب اللي قاعد يشتغل يعني حرام انت قاعد يعني تبخس. بالحاله هذه يعني شويه الوضع سبب ربكه في صحيح. الجهاز عندنا اللي هو الجهاز الرقابي هو محزن للامانه. يعني مهندس سعود احنا دائما نقول احنا نبي النقد البناء، النقد للاصلاح للتطوير، وليس النقد لمجرد النقد. هذا اللي احنا نحتاجه اليوم. صدورنا دائما وسيعه للكل ونتحمل النقد، ونبي اصلا بالعكس انتم تساعدونا. يعني في بعض المرات تعطونا افكار هي مثلا غايبه عنا. يعني يحضرني مثلا جتنا مره واحده كبيره سن وعطتنا فكره معينه لطريقه النظافه، وبالعكس توجهنا فيها ولقينا شفنا الاثر هذه. فهالامر هذا مو معناته نقول لا ما نتقبل، لا بنتقبل بالعكس. طبعا في يوم الاثنين بالنسبه حق عشان بس نقول نعلن للجميع، في يوم الاثنين بعد الساعه 2 استقبل جميع موظفين البلديه اذا كانت عندهم مشاكل في على مسؤولينهم او حس ان في ظلم عليه، او حس مثلا ان والله ما اخذ حقه، او ان عنده فكره يبي يوصلها ومو قادر. مكاتبنا مفتوحه احنا ويا الوكلاء، يعني انا موجود والوكلاء القيادات نفسها موجوده. يوم الاثنين بعد الساعه 2 موجودين نستقبل المواطن بعد الدوام الرسمي، الموظف عفوا يجي ويقدم شنو عنده مظلمه، عنده والله شغله. بالعكس احنا دائما في خدمه اول شيء المواطنين وفي خدمه الجهاز نفسه اللي هو الجهاز اللي قاعد نعتمد عليه. يعني الشباب اللي موجودين عندي في البلديه يعني احلف عليهم ان في ناس في طاقات شبابيه صراحه ناس تستاهل يعني ان تحترم، ناس تعمل بصمت، وهذيل الجانب اللي غافلين عنه. يعني شفت اللي يقولوا الجندي المجهول، ترى في موجودين، ترى يعني شباب ناس يعني تخجلين وانت تقعدين وياهم من كثر الهمه اللي عندهم. نعم. همه عاليه ولا ينطر مثلا راتب ولا نوبه ولا شيء، لا ما عنده هالشيء، هو قاعد يشوف مصلحه الكويت وين، مصلحه الجهاز وين. صحيح. فبالعكس هذا يعني يحترم الولد هذا. واحنا اليوم موجودين يعني على هبه الاستعداد في اي وقت لتسليط الضوء على هؤلاء الجنود المجهولين مثل ما ذكرت. احنا هذا دورنا اليوم. انا في لقاء سابق قلت انا احتاج كبلديه الكويت تحتاج لقاء شهري على تلفزيون الكويت. احنا معكم. لازم يعرض دور البلديه. واحنا معكم. عشان الناس تشوف شو البلديه تسوي. اكيد. يعني بالعكس البلديه دورها كبير في اللي قاعد تقوم فيه، بس مو معناته ان اللي قاعد نقوم فيه نقول هذا اللي راضين احنا عليه، لا. الى الان ما وصلنا تقريبا مرحله الرضا عندنا ما وصلت عندنا 40% اصلا. لا احنا طموحنا ان شاء الله يوصل عندنا مرحله الرضا باذن الله تعالى ان شاء الله 90%، ما في شيء كامل، بس نقول نطمح ان توصل 90. الى الان احنا مرحله 40% لا عندنا، ونقدر ان نوصل مرحله 90% باذن الله. باذن الله تعالى. مهندس محمد، كلمه اخيره حاب انك توجهها. انا اكد على كلام اخوي ابو فايز، احنا امام تحدي حاليا في تغيير الصوره النمطيه عن البلديه. نعم. وفي مجموعه من الشباب يعني نعول عليهم ان شاء الله يكونون على قد المسؤوليه ويغيرون هالصوره ان شاء الله باذن الله. باذن الله تعالى. استاذ يوسف. احب اشكر استضافتكم لنا اليوم، انا واخوي مدير عام البلديه واختي واخواني نواب المدير العام.
الحمد لله يعني اللي حابني أضيف عليه أن بدينا في أعمال تطويرية في أنظمتنا، وإن شاء الله نوعدكم بتطوير أكثر إلى أن يتم جميع خدمات البلدية مميكنة إلكترونية. منتوقتها إن شاء الله. المهندسة ميساء بشهري، كلمة أخيرة حابة أن توجهها. أنا حابة أشكركم، وإحنا بالنسبة لنا الدور الإعلامي مهم جدا لإبراز مشاريعنا، وهم حتى التسويق لها، وهي بالنهاية مشاريع البلدية هي مشاريع ديرتنا الكويت. صحيح 100%. فإن شاء الله يكون لنا لقاءات ونسلط فيها الضوء على كل مشروع على حدة بإذن الله تعالى. أستاذ مشعل لازم. طبعا بداية نشكركم على استضافتنا، يعني الناس ما طرق فيه أبو فايز قبل شوي قال لنا صدورنا وسيعة. إحنا طبعا أي نقد بناء إحنا معه، بلد الكويت تعمل بشفافية، ما في شيء، بالعكس انتقدنا أنت عملك مقصر، يعني هذا عمل أول تالي فيه خطأ وفيه صواب، ولكن يعني وصل شكواك إلى الإدارة المختصة. صحيح. يعني إحنا مشكلة البلدية صارت كل ما شيء، وين دور البلدية؟ وين دور البلدية؟ في أمور ما تعنينا وخارج عن لوائحنا ولا تخضع لرقابة البلدية. فدايم شكاوي إحنا نتعمل الجزء كله كبلد الكويت. دايم أطلب من إخواني المواطنين والمقيمين، يعني إحنا كبلد الكويت نقول لكم التزموا في اللوائح والقوانين، بدون المشاركة المجتمعية ما راح نوصل حق الهدف المنشود. هدفنا تقديم خدمة نظافة، هدفنا نكون نوصل إلى مستوى من الرضا. نفس ما تكلم أبو فايز، يعني إحنا هدفنا نوصل 90%. بالعكس إحنا وصلنا فعلا 40، إحنا خلنا نتخطى حاجز 50، ولكن بهمتكم راح نوصل إن شاء الله 90. 90% هذا اللي نبيه، اللي هو المشاركة المجتمعية، التزامكم في القوانين واللوائح، هي اللي راح هي هدفنا إحنا كبلد الكويت، واللي راح نوصل فيها إن شاء الله بإذن الله لتقديم خدمات في جميع أنواعها، في أفضل خدمات إن شاء الله بإذن الله. جهودكم كبيرة واضحة، تشكرون عليها للأمانة. شكرا مرة أخرى على وجودكم اليوم، وشكرا على سعة صدركم. كل الشكر لكم. مشاهدين البلدية في سجل الماضي تاريخ حافل بالعطاء، وفي متغيرات الحاضر واقع مثقل بتفاصيل المسؤوليات، وفي المستقبل تصورات ومرئيات بإذن الله للتطوير. حاولنا خلال 60 دقيقة الإحاطة ولو باختصار بمدى مسؤوليات البلدية ومهامها، على أمل أن نكون قد أسهمنا في إحاطتكم بجملة من المعطيات وجملة من الحقائق بلغة المكاشفة والمصارحة. نشكر ضيوفنا أكيد على وجودهم معنا، ونشكر لكم حسن المتابعة، ودمتم في أمان الله.